وهذا هذا يحسب في الأعراض. أعراض شكون؟ أعراض المسلمين والمسلمات. رصائله كلنا شينات على الحصاد، واللي جا في الطريق الله ما يسلك، كبير صغير، امرأة راجل، ثاقير غني، تاجر ماهوش تاجر، المهم هاتي عقوب علينا برك. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم، قال الصحابي، قال ما أخوف ما تخاف علي. النبي قال له هذا، سمعوا بأبي بكر، أبو بكر سمعوا به الصديق يمشي ويقول مه مه مه، كان قدامه عمر ابن الخطاب خوه، خوه ماشي بابا ويما خوه في الله، وهو يقول مه مه، حتى قال له عمر قال له مالك واش بيك مه مه مه، قال يا عمر هذا الذي أوردني الموارد، هذا هو الحصلة الكبيرة. تعرفش لو يقول الكلام هذا، لو يقول هذا الكلام، هذا هو اللي قال عليه في القرآن إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، رضي الله عنه وأرضاه. قال له هذا الذي أوردني الموارد. وهذا عبد الله بن مسعود هبط من الصفا، شتو كي تكونوا ديروا في العمرة ولا مناسك الحج، يا اخي كاين الصفا وكاين المروه سبع اشواط، عبد الله بن مسعود هابط من الصفا يمشي ويهضر، يهضر يقول له يا لساني، يعني نهضر معك انت يا لساني، قل خيرا تغنم، اسكت تسلم من قبل أن تندم. سمعوا واحد خطفها في السماء، قال له روح روح روح، منين جبت الكلام هذا؟ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أكثر خطايا بني آدم في ألسنتهم، أكثر الخطايا اللي تصدر مني وتصدر منك واللي راهي في المجتمع سببها هذا العقرب هذا، أكثر الخطأ. علاش؟ كي نسقسيك عن خطيئة البصر هي النظر، دوك نخرجوا دي واحدة عاقبة منا أنت عجبتك مرا شابة رميت عينك شفتها، انتهى الأمر، هذه خطيئة بالبصر. وهذاك تكلم أنت سمعت كلامه، هذه خطيئة السمع. الآن يرحم والديك الله يفتح عليك ببال الخير، قول آمين. خطيئة هذا وش هو؟ يا ارفد ارفد الكتاب، ارفد ودير القلم وبدا اكتب، انا نملي عليك وانت سجل. اللي يسب ربي واللي يسب الدين بعينه ولا بوذنه؟ به. وبالمناسبة اللي يسب ربي في وقت الظهر، هو صلى الظهر وبعد الظهر سب ربي وسب الدين وكذا، وبعد سمع أذان العصر جاي يصلي، يا ولدي غير رح تروح على راك، روح شوف دوار واحد اخر، ارحل من دوارنا وروح لدوار واحد اخر. فاذا صلى فصلاته باطله، اللي سب ربي اللي سب الدين وصلى الظهر وسب ربي وسب الدين بعد الظهر وسمع هذا العصر جاي يصلي، وش صلي وش صلي؟ سبيت ربي وسبان الدين هذا وسبان ربي رب العالمين، والكلام الفاحش البذيء اللي نقولوا عليه الطياح، هذا هز مرتك وهز بناتك وقول لهم وجدوا روحكم روحوا استقضوا في المكان الفلاني ومشي معاهم في الشارع، تقدر غير لديت معك السيف تاع الحجاج اللي يتكلم تجبد عليه. سبان الدين وسبان ربي والسبان هكذا الشايع بيناتهم والكلام الفاحش، حتى تلقاه شايب راسه شايب راسه شايب خلاص، ومازال يقول الكلام الفاحش لا يستحي من الله. فأكثر خطايا بني آدم فاش في ألسنتهم، سبان الدين سبان ربي
الكلام الفاحش، الكذب. الكذب يكذب بعينه ولا يكذب بوذنه؟ يكذب بلسانه. وكاين واحد النوع من الكذب قليل اللي يحدث عليه، يقول هذا هذا ما تكذبش، هذا ما تكذبش، مش بلي كذب حرام. كاين واحد الكذب الخلائق اليوم راهي 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 غارقه فيه حتى لوذنهم. شو هو؟ قاعد انا والشيخ ابراهيم والشيخ محمد في المقصوره، جاءنا خبر مفاده خرجت انا الى الملأ من الناس نقول لهم راه كاين في البرواقيه وفلان وقال ودار وسوى وكذا وكذا وكذا. الناس واش داروا؟ سمعوا وصوروا وسجلوا، ومن بعد الكلام هذا ما بقاش في البرواقيه، كمل ادخل به البوق الزول، خرجنا به الوساره، دخلنا به البحبح، ضبطنا به الجلفه، قابلنا به الغواط، ورانا في طريق غردية ماشيين حتى وصلنا للمتليلي وهذاك الحمام اللي جاي ثم نتاع زلفانة، وزيد كمل طريق عين صالح، كمل ورقنا وعين صالح ومشي. وبعد سويعة تبين باللي هذاك الخبر ما كاش منه. الذي نشر هذا الكلام كيف يسلك روحه مع ربي؟ وهنا يأتيكم الحديث الصحيح الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء، على روايتين صحيحتين، كفى بالمرء إثما، وفي رواية كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. جمع الكلم لكل كلام يجيبه لك تضربه، واللي ينقل الخبر هذاك الإمام البخاري اللي نقله، واللي نقل الخبر قال مالك، قال حدثنا يحيى، قال حدثنا نافع، قال حدثنا ابن عمر، قال قال رسول الله، السلسلة الذهبية، هذو اللي راهم ينقلوا الآن الأخبار، هذو عدول. والعدالة هي ملكة تحمل صاحبها على التقوى، والعدل أن يكون سالما من خوارم المروءة. زمان عند السادات الاولين من العلماء لو كان يجي واحد هكذا كيما انا هكذا، شوف شوف هكذا، ما يسمعولوش، ما يسمعولوش، ما يقبلوش حديثه، ما يقعدوش فيه. في هذاك الزمان كانوا يعدون حاسر الراس من خوارم مروءتي. الان اللي راهم ينقلوا الاخبار وبالاخص مع ورشوها الشيخ، شنو هذا الذي دمرنا بعد ظهور هذا؟ اللي راهم يقول الاخبار في هذا، هذو راهم يقول الاخبار نقلوا الامام احمد هو الذي نقل الخبر. على بالك الامام مسلم، الامام مسلم شيخه البخاري، والبخاري شيخه احمد، واحمد شيخه الشافعي، والشافعي شيخه مالك، ومالك شيخه يحيى الليثي، ويحيى الليثي شيخه نافع، ونافع شيخه عبد الله بن عمر، وعبد الله شيخه وإمامه وسيده رسول الله عليه الصلاة والسلام. واللي راهم ينقلوا الآن الأخبار ويجيبوها ويسبوا في الناس ويشتموا في الناس ويقزموا في الناس ويقسوا في الناس ويبدعوا في الناس ويقولوا في الناس، عدول هؤلاء؟ عدول؟ أين هي عدالتهم؟ والمشكل فينا أننا كل من هبا ودبا نصدق كلامه، كاع اللي يهضر نصدقوه، وكاع اللي يقول ننشروا له كلامه ونشروا له الفيديوهات نتاعو، إلى أين نحن ذاهبون؟ وهل امتثلنا قول الله تعالى: إن جاءكم فاسق؟ بصح ما قالش إن جاءكم عدل، خاطرش العدل كلامه مقبول، ولكن إن جاءكم فاسق بنبأ، على قراءتين صحيحتين. أصحاب القراءة هنا وسامحونا، احنا مش تخصصي قراءات ولا أصحاب القراءات، قال إن جاءكم فاسق بنبأ على قراءتين فتثبتوا، قراءة صحيحة يقرأ بها في صلاة العشاء الصلاة صحيحة، فتثبتوا، وقراءة ثانية فتبينوا. أعلاه
أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أباك العرض تاع السيد هذا والعرض نتاع السيد هذا والعرض نتاع الناس هذه اللي راهي قاعدة من مدينة البرواقية، الأعراض نتاعهم والدماء نتاعهم والأموال نتاعهم معصومة بحق الإسلام. معصومة يعني حرام عليك تهضر في العرض نتاعو، وحرام عليك تهضر في العورة نتاعو، وحرام عليك تهضر في غيابه، وحرام عليك إذا ما عندكش تثبت تنقل الخبر المكذوب عنه. منين جبته؟ من قال لك ذلك؟ قال لي فلان، عيط لفلان. آه لا لا أنا ما قلتلوش، أنا تعم بالي باللي قال. آه حسنا يا حي عليك يا باركة، واللي ناظر في هذه ذا والتراس، التراس 180 وفي الميزان 95 كيلو، وكدا يولي صغير. عقبتوا العسكر ولا ما عقبتوش؟ كي كنا نرفضوا السيمينوف والكلاس نعقبت العسكر عامين حولين كاملين 24 متكية أظوار، وكنت إمام حتى لما كنت في السكنة كنت إمام. كنا نفيزيه ويقول لك ها ورا السيبلة وانت ضرب وجيب. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. والسبتة هذه فكرني تشوف. أه صحيح، هو تراس وكتش يولي صغير بعد العيشة. يجيه واحد سلام كلم لي باباك غير خير، قولوا جاي حوس عليك محمد. وين محمد؟ محمد بن فلان. أني جاي. سلام عليكم، البارح كنت قاعد مع الجماعة في القهوة. أي كنت قاعد معهم، هدرت عليا. لا لا هدرت علي. يا كولي تتقاقي بعد ما كنت تراسا بطولك وشحميك وعظميك ولحميك ودنيتك ومنش عارف ذا. وصرا لك؟ لا لا مش أنا اللي قلت، أنا لقيتهم جمعين جيت قعدتهم بعدين. وعلاش عليك؟ صرت صغيرا قزموك. تعرف قزمك لسانك؟ قزمك، احفظ لسانك، يديك للهاوية، يديك لجهنم. ويطفو ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقبل ما تهضر دير ميزان، إذا كانت في الخير هي لك، إذا ما كانتش في الخير هي عليك، هي في الشر. قالوا العلماء قبل ما تنطق قبل ما تهضر شوف شو راح تقول. آه شوف شو راح نقول. سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله. هذه رأي منا وسلكت ومن خافش منها، والباقية الصالحات تشفع لي عند ربي وتنجيني. آه منا المنشار أجبد أخدم، هذا هذا لك، واللي منا هذا عليك. والشاب كامل يجي الشي معروض عليك يوم القيامة وانت اللي تقرأ. قسما بالله كاين كتاب راك تألف فيه ذوك ذوك راك حيانا في البرواقية، غير راك ذوك تألف فيه وراح تقراه انت بلسانك يوم القيامة. انت ألفته وانت تقرأ هذا الكتاب، وشكونش وربي ربي ربي سبحانه وتعالى هاو كتابك وقرأ كتابك. جبنا الدليل، نجيب لك الدليل. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. الطائر هو العمل، تجي مقيد به. كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك. أرد بالك تقول أنا ما قرانيش بابا وإما أنا كنت أمي. يا الله غير تقرأ
والله غير تقراه كلمة بكلمة وسطر بسطر. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. تعرف واش قالوا العلماء؟ شفت هذيك الإشارة تاع العين اللي نسموها احنا الغمزة هذه، اللمز أو الهمز. شوف شوف هاو الشيخ قاعد، هاو الشيخ قاعد أو يشوف فيا. جا واحد داخل من الباب، شوف أنا واش درت للشيخ. شوف يسمى هاني نشرعوا اللي دخل من هنا، وهذه الجزائريين واقع واقعين فيها، واقعين فيها القانون. شوف ليا شوف ليا ما تسمع، شوف ليا يقول ماشي لازم. هذه هذه والله غير تلقاها مكتوبة وتقراها. تعرف علاه؟ لاخاطش ربي حق وما يحبش السخرية وما يحبش الاستهزاء بالناس. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. والكتاب هذا ما يخليه الكبيرة ما يخليه الصغيرة. وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وشكون اللي كتبوه؟ كون كتبوا عبد الرحمن تقول زاد عليا، وكان كتبوا مراد تقول نقص. كراما كاتبين يعلمون ما تفعل. وكتبوه الملائكة، والملائكة الخوف من ربي يسبحون الله الليل النهار لا يفطرون. وما اللي كتبوه الكتاب؟ انت ألفت بأقوالك وأفعالك، وهم كتبوه. وستقرأه يوم القيامة بين يدي الله. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. لسانك قسما بالله العلي العظيم أكثر ما يدخل الناس النار وجهنم والعذاب الأليم غير لسانهم. وأكبر مجاهد فينا هنا راه قاعد هو الذي يجاهد لسانه في الله. والله يقول في هذا الباب والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. جهاد جهاد. البارح قاعد نقرأ في الداوة، الداوة تاع ابن القيم قال لك شوف الإنسان، الإنسان يترك الحرام والزنا وشرب الخمر والسرقة والنظر إلى المحارم إلى الحرام يتركه، وقادر يترك هذا. تقول الخمر يقول لك واش تشوف أنا يهودي أنا نشرب نصراني أنا نشرب لك الخمر، أيا دوك نظريك نحي لك. والخنزير، الخنزير لا احنا احنا موت محمد أننا ناكل الخنزير. الله يبارك الله، انت لا تشرب الخمره ولا تاكل الخنزيره. علاش؟ لان يجي فركه بلي الحال، لان الله حرم الخنزيره وحرم الخمره. الاذان اصلا نقولها نقولها برقيقة. ربي حرم الخنزير، حرام الخنزير والخمر حرام. والعرض نتاع خوك راك تاكل فيه حلال. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه. كيف هذا حرام وهذا؟ ما لكم اتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. اللي حرم الخنزير وحرم الخمر هو الذي حرم علينا اعراض المؤمنين. الله يفتح علينا وعليكم بالخير. يا اخواني بارك الله فيكم، من الاستقامة على دين الله أن تحفظ لسانك. أحفظ لسانك، راك بخير عليك وراك لاباس عليك. تخرج كلمة، تخرج كلمة هي من سخط الله، تعرف واش تخسر بها؟ راح نجيب لك واحد الحديث. كلمة تخسر بها الدنيا وتخسر بها الآخرة. في سنن أبي داود هو الحديث مروي في صحيح مسلم من حديث جندب، والحديث مروي برواية أوسع في المعنى في سنن أبي داود. كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، زوج رجال في بني إسرائيل متواخيين أخوة.
أحدهما على طاعة الله يعبد الله، والآخر على معصية الله. واحد فيهم يعبد ربي وواحد فيهم حاكم الطريق الأخرى. لي يعبد ربي هذه لازم تفرقوا فيها، شوفوا هذه ضرورة ضرورية. هذاك اللي يعبد ربي لم يكن عالما، كان عابدا. كاين فرق بين العالم والعابد ولا ما كانش؟ نعم، هناك فرق شاسع بين العالم والعابد. العابد الله أكبر، صايم يصلي عبادة. العالم مقامه فينا كبير كبير ياسر، كبير 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 كبير. صاحبنا هذا لم يكن عالما، كان عابدا، يفوت على صاحب المعصية يقول له أقصر، نجيب لك الحاجة، قال أقصر، هذاك العاصي يحشم ويسكت ويروح. غدوة العابد هذاك ماشي يلقى العاصي في المعصية، قال له أقصر وراح. المرة الثالثة، المرة الرابعة، مين ما يلقاه يقول له أقصر، يعني خلي المعصية. واحد النهار قال له هذا ذوك العاصي ويهضر، قال له خليني وربي، أبعثت علي رقيبا، خليني وربي يا سيدي، دائما خلي كرهت لي حياتي. هذا كان عابدا ولم يكن عالما. تعرف لو كان عالم واش يكون عنده الحكمة والحكيم. الحكيم، يا ربي ارزقنا الحكمة وفصل الخطاب. كاين اللي عنده العلم وليس بحكيم، أليس منكم رجل رشيد؟ ومن يؤت الحكمة، قل لي فقد أوتي خيرا كثيرا. يقول الرسول الكريم لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. نقدر نصوم ونقدر نزكيه ونقدروا ما نشربوش الخمر، نتركه وما ندوش أموال الناس ولا نفعلوا الحرام، وعر علينا باش نشدوا هذا. وراني حاس واش راني نقول، هذا واعر علينا باش ندخله لداخل ونديره في السجن، هذا واعر علينا. ويقول الرسول الكريم أخوف ما أخاف على أمتي منافق فصيح لساني، يعرف يهدر وتقول نخلي عنده المرأة والزراري، يسحرنا بكلامه. والراجل هذاك فصيح برك، ولكنه عياذا بالله القلب نتاعو مسود ومدود. نسأل الله العافية والسلامة. أقول ما تسمعون، والله عز وجل يعلم ما تفعلون.